أقول لكم فشي عجيب، الكذب خو تدرون من أشد المحرمات الكذب. ولكن إذا فد واحد سألكم أن فلان واحد شنو قال عني، يعني فد واحد تكلم ضد واحد، ذاك قال لكم فلان واحد شنو قال عني، هل لكم حق أن تقولوا الحقيقة؟ لو ما لكم حق تقولون فلان واحد تكلم ضدك، اتهجم عليك، ذكر معايب، لكم حق؟ لا، هذا حرام. الدين يقول حتى إذا واحد يكذب في هذا المورد يكتب صادقا عنه، يقول فلان واحد مدحك. ليش؟ لتأليف القلوب. تقول فلان واحد هو يحبك يمدحك. ليش؟ حتى تألف.